الآيات القرآنية على الخشب في الجزائر، فؤاد غالي ثابت تصنع أنامل ولوحات فنية أخذت المراتب الأولى على المستوى الدولي. هذه الحرفة شبه نادرة ومتميزة اكتسبها فؤاد بإصراره ومثابرتها. البورتري لعبد العزيز عليم والتقرير لسمية علوي. عصامي لكنه محترف في حفر الآيات القرآنية على الخشب. اكتشف أنه موهوب قبل 20 سنة، فاجتهد في صقل موهبته بمفرده وثابر في البحث عن السبيل إلى ذلك. طول الانستون سوي لو سال اون الجيري، الوحيد في الجزائر اللي مختص في نحت الآيات القرآنية على الخشب، تفريغها وتذهيبها. اكتسبت موهبة النحت مع الإصرار. على الإصرار تعلمت كعصامي، شريت استاذ الكتب الخط العربي، تعلمت أنواع الخطوط العربية 22 نوع، تعلمت النحت على الخشب بكامل أنواعه أستاذ، علمت نفسي، تعلمت النحت على الجبس، على الرخام، على النحاس، تعلمت الديسان، لا بينتيور، لا ميوزيك. مع الوقت جاني حب الصديقة الخشب بالآيات القرآنية. جد فوجد فتحصل على الجائزة الأولى في الصالون الدولي للصناعة التقليدية بلوحة خشبية نقش عليها آية الكرسي. حابب نعلمها ولازم نعلمها. طونك جو سوي لو سالون الجيري صديق. حلو. ندير أكبر طابلو في العالم، إن شاء الله يكون في المسجد الكبير. حلم بالدعم والتشجيع سهل التحقيق، فلا مستحيل أمام صلابة الإرادة. في المشهد الثقافي تتواصل بوهران فعالية الطبعة 7 لمهرجان وهران للفيلم العربي، وفي إطار المنافسة عرض أفلام فلسطينية تحاكي الواقع الفلسطيني وتعرف بيوميات الفلسطينيين، تقول عفف النوح.